هل إنه زواج الرجل من المرأة الأولى حينتقص من المرأة الأولى؟ يمكن هذا هم جواب، يمكن المفروض المرأة هم تجاوب عليه، يمكن حتى نكمل الجزئية الأخرى. بس احنا شفنا عندنا آراء نساء وآراء رجال، خلنا ناخذ رأي المختص. أكيد. فإذا مشاهدينا، حتى نضع الأمور بميزانها الصحيح، لابد أنه نناقش هذا الموضوع مع صاحب الاختصاص. وصباح الخير دكتور، ومنورنا اليوم دكتور أيسر فخري. صباح الخير عليك ست هنادي، صباح الخير عليك أخ محمد، صباح السلام مشاهدي قناتكم الكرام في وطننا الحبيب أينما كانوا داخل الوطن وخارجه. صباح الخير على الزوجة الأولى والزوجة الثانية والزوجة الثالثة، وصباح الخير على من وضعت خدها على يدها تنتظر رزقها. تنتظر رزقها، تمام. يعني هاي الكرة هسه ذبيتها بملعب المرأة اليوم شمرتها، مو؟ يعني مو صباح الخير على الرجل اللي يمكن. نعم، نتمنى عليكم أن تأخذوا دور القيادة وتبدون أنتم تختارون ونحن نقعد بالبيت، يعني نتمنى هذه. لا لا مو هي، مو شغلات قيادة لكم في حينها. سوف تعرفون معنى الاختيار، كم هو صعب وكم هو دفة القيادة دائما. هي ليست بالأمر السهل. شلون القيادة قصدك؟ يعني تحمل مسؤولية، ما هو زوج هو متحمل مسؤوليته في اختيار حتى زوجته الأولى. بالنهاية زوجته الأولى هي قراره، فإنه يمكن أنا لو أقول إنه قرار الزوجة الأولى أو إنه بناء حياة اجتماعية حتتعلق بالرجل في بداية الأمر، لأنه هو اختار هذه المرأة، فإنه ليش بعدين والله طلعت لا محبيتها. هو أنا هذا قصدي، الاختيار. إذن الاختيار هو من مسؤوليتنا، فنحن نتحمل الاختيار. خلاص أخذوها فترة، إحنا ننتظر لكم منها فد 100 سنة، اختاروا أنتم ونشوف بعدين، نشوف المقارنات أيهما أفضل بالاختيار، نحن أم أنتم؟ نحن قائمون على العقلانية أم أنتم قائمون على العاطفة؟ وفي هذا سجال هذا الموضوع اليوم دكتور. أكيد يعني الحياة بميزان. نعم الحياة بميزان، لو ما العقلانية موجودة، لو ما العاطفة موجودة، لجردنا من معنى الإنسانية بأكملها. يعني هذا جزء من حياة المرأة وهذا جزء من حياة الرجل، فإذا هما شيء واحد يكمل الثاني. تفضل، إذا متى يحق للرجل أن يتزوج على شريكة حياته؟ نعم، الجواب كان من خلال طرحك ست هنادي. بالفعل عندما يكتمل العقل والقلب، عندما تكتمل العاطفة مع القلب، هنا هذه مشكلة. أولا طبعا هذا الموضوع حقيقة موضوع واسع جدا، لأنه يحتاج إلى مهارات زواج، يحتاج إلى اختيار الزوجة الأولى ثم اختيار الزوجة الثانية والخطبة وتفاصيلها العديدة. ولكن هذا السؤال الفضاض الذي لا نستطيع إجابة عليه بحلقة ولا حلقتين، متى؟ مرة أخرى نقول في علم النفس لا يوجد تعميم، فلكل حالة ولكل بيت ولكل أسرة ولكل فرد له وضعه الخاص، سواء كان من أهدافه، سواء كان من سماته الشخصية والتي أؤكد عليها هنا اليوم. هناك مشكلة في الزواج وتعدد الزوجات، أنه هو حقيقة لنكون واضحين ولنضع فلسفة ولننطلق منها، هو عدم تكافؤ الفرص بين الاثنين. يعني يحق للزوج بأنه يختار واحدة واثنين ثلاثة ورباع، لكن لا يحق للمرأة. وهذه طبعا قضية تتعلق بالنسل وتتعلق بالتشريعات الإسلامية وغيرها. وهنا عدم تكافؤ الفرص هو الذي يعطي دائما الرجال يريدون هذا الحق وكلهم مع هذا الموضوع، ويعطي عدم رضا من الامرأة لأنها لا تشعر بفرص التكافؤ ولا تشعر بأنها ظلمت في هذا الموضوع، وهذا شيء طبيعي. ولكن هنا سؤال نعيد بصيغة أخرى، تفضل. الرجل متى يقدم على شريك آخر؟ متى يقدم على موضوع آخر؟ مو بس طبعا في موضوع الزوجة تحديدا، وهنا الأمثال تضرب ولا تقاس، سيارة أخرى، بيت آخر، أثاث آخر، أي شيء آخر. متى؟ أولا عندما يشعر بالتعود على الأولى، ثانيا عندما عدم ما يحقق أهدافه في الأولى اللي إحنا، لأنه أصل الزواج هو الاستقرار، هو رب العالمين يقول لتسكنوا إليها، أي بعث على السكينة، هو الطمأنينة والاستقرار. نعم. إذا لم يشعر الزوج بالطمأنينة والاستقرار
والحياة الآمنة ضمن تلك الأسرة فإنه سوف يفكر في الأخرى، أو عند وجود الإغراء من زوجة أخرى. والنقطة الثالثة هو اللي قلنا عليه التعود، أنهم يتعود على الرتابة من الزوجة الأولى. وكذلك المشكلة طبعاً إحنا دائماً نقول هي الزوجة الأولى هي اللي تخلي الزوج إما أن يبقى معها أو هذا، طبعاً هذه جزء منها صح، نعم، وجزء منها الآخر لا، هو ليس بال يعني ليس فيه مصداقية عالية. دكتور نعم. صباح الخير، خلينا نناقش الموضوع من وجهة نظر أكيد وياك دكتور، خلينا نناقش الموضوع من زاوية أخرى. يعني بعرفنا وتقاليدنا المجتمعية أنه والله لو ما المرأة الأولى بيها مشكلة أو عندها خلل ما راح تزوج المرة الثانية، أو مثلا أكو نساء يبررون هذا الموضوع، والله إذا زوجته مثلا ما تخلف هو يريد جهال خلي يروح يتزوج، أو يعني أسباب. ليش هاي النظرة أنه لازم المرأة الأولى تكون بها يكون بها خلل حتى الرجل يروح يتزوج الثانية، في حين هذه رخصة الله سبحانه وتعالى يعني انطاها للرجل، ربما لحل مشاكل العنوسة، ربما الرجل هو بيه خلل معين. نعم، هنا سوف ننطلق في البداية أيضا للفلسفة إذا سمحت أستاذ محمد قبل ما أجاوبك على هذا السؤال. نعم. أعرج في قضية نتفق عليها جميعا، نحن كلنا ننتمي إلى الفلسفة الإسلامية. نعم. ولدينا قدوة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك كان مشرعا عظيما ورائعا. طبعا لا تأخذ المرأة تقول هو تعدد الزوجات، بالعكس أنا الآن سوف أناقش هذا النبي العظيم كإنسان من ناحية النفسية السيكولوجية وليس من ناحية التشريعية. وأقول أن هذا الرجل الذي تزوج في عمر 25 لم يكن متعددا للزوجات. ويمكن راح تقول لي استاذ شلون متعددا للزوجات؟ لا بقى يا سيده خديجه، الرسول تزوج في احسنت الى عمره 50 سنه وست اشهر وهو باقي على امراه واحده، ولولا تقادير الله ان توفاها الله، ونحن لا نتاله على الله، ولكن في تحليلاتنا ربما لا ما قدم على زواج اخر. هذا تفسيره النفسي، انه عندما تشبع الرجل يشبع من رغباته العقلية والنفسية لا يقدم إلى مرحلة أو خطوة أخرى وهو الاختيار الآخر أو زوجة أخرى أو شريك. لذلك قضى نصح أغلب حياته، يعني الإنسان لما يتزوج هو بالشباب، لو من يكون شايب عمره فوق 50 سنة يلا يقدم على زواج بالشباب. أحسنت، هذه التحليل الأولى. ثانيا، عندما أبدل طبعا بعد حدث قاهر اللي هو الموت وتوفى الله سيدتنا خديجة، لمن يتزوج؟ زوج واحدة نسخة تشبه خديجة ألا وهي سودة. نعم. اللي هي الوحيدة اللي طلقها، لماذا؟ لأنها لم تحقق له الاستقرار لا العقلي ولا النفسي. لذلك حتى هي قالت أني بعدين أنا أريد أبقى على ذمتك، واليوم مالتي أعطي العائشة فقط لأبقى. طبعا وهذا الجزء الثاني، النوع الثاني من أنواع اللي نقول عليه. إذن النوع الأول يجب أن يتحقق الاستقرار العقلي. نعم. والعاطفي. النوع الثاني إذا ما تحقق الاستقرار العقلي والعاطفي ماذا تفعل؟ يعني يذهب إلى خيار آخر. تذهب إلى مو إلى الزوجة الثانية، لا تذهب إلى الطلاق. لأن هذا لا ينفع معها زوجة ثانية ولا ثالثة. نعم. ولكن زوجات النبي الأخريات ومنها سيدتنا عائشة كملت معه الحاجة النفسية دون الحاجة العقلية، لذلك احتاج إلى أخرى وأخرى وأخرى. إذا الزوجة التي تقضي حاجتنا النفسية ولا تقضي العقلية هي التي تبعث على فتح الباب إلى زوجات أخرى. إذا الزوجة الأولى ليست هي المشكلة. هناك يجب أن نفهم الزواج هو عبارة عن شراكة بين اثنين. نعم. كل له أهدافه. مشكلة الزوجة الأولى أنها حققت أهدافها مع الرجل بأنها تزوجت اسم وأصبحت من عانس، تخلصت من هذا المصطلح إلى متزوجة، حملت اسم، أصبح لها أولاد، أصبح لها استقرار، حققت أهدافها بعد ما يهمها الزوج، هذه مشكلتها. أما الزوج الشريك الآخر فهو ربما لم يحقق أهدافه، ما زالت أهدافه قائمة، لذلك
مرات بعض الزوجات شوف اللي يمكن بالاستطلاع ايضا حضراتكم اللي قدمتوه بعض الزوجات يقول لك يعني ما عنده مشكله خليه يتزوج وببرود. طبعا نعم هو في داخلها غير ذلك لانها قبلت ووصلت الى حاله الاستقرار والطمانينه وهو لم يصلوا بها. الاشكال انه يجب الاثنين يذهبون الى حاله الاستقرار والطمانينه. عدم الاستقرار، عدم تحقيق الهدف، انه ما زال الاخر في موضع القلق، في موضع عدم الوصول الى الهدف والامثل ووصول الى حاله الاستقرار، هذه المشكله. وكذلك هناك مشكله اخرى في الزوجه الاولى، هو المثير. اذا ما تصبح مثير وتصبح عندها حاله من الرتابه اللي احنا نسميه بعلم النفس التعود، وما يصبح هناك استجابه لدى الزوج، يذهب الزوج الى مثيرات اخرى. يعني هي ربما يندرج هذا الموضوع صغيرة تحت سؤالي ايضا صغيرة نعم نعم اللي هو اللي سالتك اياه، انه لازم يكون عند المراه خلل معين حتى يروح يتزوج؟ ربما يعني السؤال اكثر الناس راح تفهمه بهذه الطريقه. مو شرط خلل استاذ محمد، مو شرط خلل، هي متكامله، لكن هي في ذهنها في وعيها وعقلها انها حققت اهدافها في الزواج. يعني نحن نسأل سؤال، لماذا الزواج هو بالأصل؟ لماذا؟ تأسيس كل عائلة. له مبرراته، منهم جنسية، منهم تكوين عائلة، منهم استقرار، منهم تحمل اسم، منهم تتخلص من عقدة أنه تصبح عانس وغيرها، ربما هي متحققة عندها هواي أشياء، لذلك تذهب بأي شخص يكمل لها هذه العقدة. إذن حققت أهدافه، لكن الطرف الآخر لم يحقق هدفه. إذا الاتفاق على الهدف هذا، راح نرجع ليش أنا قلت لك هذا الموضوع يحتاج إلى مهارات قبلها إلى فترة الخطوبة. ما هي الأهداف بين الاثنين؟ هل هناك مشتركات أم ليست هناك مشتركات بالأساس، ولكن دكتور. هناك توافق. نعم. الفرق بين التوافق كالفرق بين الاختلاف والخلاف. فنحن إذا اختلفنا يجب أن يختلف المرأة عن الذكر، يجب، ولكن ليس خلاف، اختلاف. نعم. بالعلم النفس السادي يجب أن يتزوج ماسوشي، السادي يحب إيذاء الآخر وإمرأة تحب إيذاء ذاتها من الآخر، هذا يتوافقون. أما إذا كان اثنينهم ساديين، إذا التشابه لا يديم من العلاقة، بل الاختلاف. وأؤكد أيها الأزواج، الاختلاف هو الذي يديم العشرة، لا الخلاف. الاختلاف في طباعنا، وكلاهما يكمل الآخر. دكتور، أحياناً شخصية الرجل هي من تقود لربما إلى مثل هذه، خلينا نسميها أنه يتجه إلى امرأة ثانية. يعني شخصية الرجل أنه أنا أتباهى، عدنا بالعرف أو عدنا بالتقاليد، أنه بس أريد أتباهى أنه أنا تزوجت الثانية، أنا رجل فأنا من حقي أنه مع أنه زوجت الأولى ما مقصرة وياه. طبعا هاي مشاعر الأخت مشاعر مشاركة ويانا من خلال البث المباشر بهذا الموضوع، تقول إذا هي حققت رغباتها، إذا الرجل لربما شخصيته هي اللي بيها مشكلة، أو إنه حتى طريقة إنه الزوج لربما إنه يجد فرصة. ناقشنا لربما هذا الموضوع في إفشاء الأسرار الزوجية في الحلقة السابقة، هو يفشي سر الزوجة الأولى للزوجة الثانية، وبالتالي هو خلق مشكلة. إذا لربما الزوج وشخصيته حتى في تبني موضوع ثاني وزواج ثاني يكون خطأ ومبني على حياة خاطئة بالأساس. أحسنتي، بالفعل هذه اللي أنا ذهبت بي بالبداية. هناك شخصيات لكل منها شخصية معينة ومركبة من تركيبات مختلفة ومن سمات مختلفة. إذا لم نفهم تلك الشخصية فلن نستطيع نجد له حلا. يعني إذا هو كان من نوعية اللي مثل ما تفضلتي أنت بمثالك، هذا لا يمكن إلا أن يتزوج. لماذا؟ لأنه يبحث عن أشياء غير موجودة. طبعا مثل ما قلتي، هو يحب أن يتباهى أمام الآخر لأنه فقد بعض الأشياء اللي يتباهى بها، من مثلا شهادة، من جمال، من شباب، من شيء آخر، فيحاول نظرية التعويض. وهذا أريد أضرب مثل آخر على هذا الموضوع. أنا قبل فترة كانت أحد الخوات تسأل بنفس هذا الموضوع، هي من نوع القلقة وحادة، هذه النوعية تكون يعني مرة كلش تعطي عاطفة عالية جدا، ومرة يعني يقول باردة جدا. هذه الشخصية كانت متزوجة بشخص بالحقيقة هو فصامي، أو احنا نسميه مرات فصيمي. هذا الشخصية هو الشخصية اللي احنا نسميه، ما أقول أنتم تسموه بالمصطلح العام بارد، هذا اللي ما يحكي أبد بس ساكت، تقول ما يسمي شاي حلوة، أسوي له أكلة زينة ما أسمع منه شيء،
اسوي له شيء حلو ما بس ساكت. هذا احنا نسميه بليد المشاعر، يسموه بارد. هذا الفصيمي سالته سؤال، قلت له زين هذا شلون وياك في البيت؟ قالت يعني شنو؟ قلت له عدت اطفال؟ قالت اي نعم. قالت والله هو يدرس الاطفال؟ والله وزين. قلت له زين يساعدك في البيت؟ قالت اي والله مرات يغسل المواعين، مرات شويه يطبخ، مرات من يصير عندي كذا. قلت له ماشي. زين شلون شويه؟ قالت لا والله هو حب. واذا به قلت له هذا نوع يسمى فصيمي، هذا موقف، هذا يكون بالمواقف لا بالكلام، رجل له مواقف دون كلام، ما يحكي ابد لكنه كله مواقف. الاشكال في عدم كشفنا للشخصيه، وبالتالي بعد فتره رجعت قالت لي صدق طلع هذا ماكو منه. قلت لها ها عرفت؟ قلت له اذهبي الى اخوك الى ابوك الان في عقليتك. طبعا دائما البنت احنا عندنا هذا يسمى عقده اوديبو واليكترا، توظفت في شكل اخر. البنت الناجحه ينصحوها يقولها انت حاولي تتزوجين عقليا، طبعا هنا الافتراض لاننا نقوم على الافتراضات، ومشكلتنا في ثقافاتنا للاسف الشديد في 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 الاكاديميين وفي كل مناهج البحث نضع افتراضات لاي حل تسمى النظريه الفرضيه، سواء كانت صفريه او سببيه او الى اخره. الا في حياتنا ما نضع افتراض. يعني انا افترض هسه مثلا انا نفترض استاذ محمد يحبني، لذلك كل افكاري تكون حلوه وياه، ومهما طلع من عنده شيء اشوفه يحبني. لكن اذا افترضت انه ما يحبني كل شيء اشوفه هو ضدي. سؤالك دائما هو ضدي. يمكن الان حتى انا الان اتجنب حقيقه ست هنادي بالسؤال، راح اجيب الاشياء اليوم محمد خوفا من انه تكون لازمتنا المتلازمه انه انا دائما ربما على طرفين، ربما راح نصير تاتش بيناتنا. وهذا خطا. اذا الافتراض الذي نضعه يجب ان نضع افتراضات لعلاقتنا في ذلك الزوج، افتراضات قائمه على الايجابيه دون السلبيه. لا تقوم على الشك اطلاقا. وهناك من المهن رجل يشتغل بالسوق ويا النسوان، هو شغلته ويا النسوان كمالياته وغيرها، وكل معامله وزبائنه النسوان. هاي شلون مشكلة إذا كانت امرأة شكاكة وحدية؟ مستحيل مستحيل أن تقوم هذه العلاقة. هذا أيدك في أنه السمات الشخصية مهمة للرجل. معرفة السمات مهمة، ومعرفة أن نضع افتراضات بعقليتنا الإيجابية دون السلبية. وهذه مشكلة مرة أخرى، علينا أن نكتشف سمة ذلك الشخص، مفاتيحه، لكي نحاول أن نغلق ما لديه من هفوات، أو نحقق رغباته التي ربما احنا نعتبرها رغبة، هو يعتبرها هدف، أنا أعتبرها حق، هو يعتبرها عدم حق. جميل. وضعنا لافتراضات إيجابية دون سلبية. حلو جدا. يعني حقيقة واحد من الأخوة يسأل سؤال بطريقة مباشرة، يقول دكتور إذا يعني على الفيسبوك، إذا يعني نسب الطلاق 70% في العراق، كيف تكون الحياة بهذه الطريقة؟ احنا إذا نتكلم عن تعدد الزوجات، هل الطلاق يعني سبب تعدد الزوجات؟ وهل يعني تعدد الزوجات ربما يأثر إيجابا على المجتمع ولا شنو؟ نعم، بالنسبة للموضوع الطلاق هذا موضوع منفصل آخر، لأن هذا أيضا مرة أخرى يحتاج إلى وقوف على الأسباب. سيدنا علي كان عندما يذهب سيدنا الحسن ليخطب يقول إياكم أن تزوجوا فإنه رجل مطلق. إذن أحسن فهذا هذا مشهور عنا. إذن وتدري الناس تتزوج لأنه سيد ومن نسب وإلى آخره. الإشكال مرة أخرى هو معرفة سمات ذلك الشخص. ربما تكون الحياة الآن وللأسف الشديد أسباب الزواج القائمة على الزواج أسباب بسيطة جدا. لذلك وبالعكس أنا أضيف لك أنه الزواج الآن إذا كان 70% فأغلب من الشباب من البنات اللي هم عمرهم ما يتجاوز 25 سنة، وهذه مشكلة. زين انت شو وقت لحقتي تتزوجين؟ شو وقت لحقتي تتطلقين؟ اني عندي طالبه عمرها 18 سنه مطلقه وعندها طفل. قلت لها زين انت شو وقت تزوجتي؟ شو وقت طلقتي؟ شو وقت؟ لانه بالاسباب بالبدايه هذا تدري تخيل العرس، لانه مفهوم العرس مفهوم الزواج لدى الامراه مفهوم غير متكامل. ما زالت هي تبحث عن فقط شيء لا ما تعرف شنو الاصل فيه. بس عدم الفستان الابيض والطرحه والهاي، هل هو احسنت؟ لانها من ربها من هي صغيره تلعب لعابه حلوه وشوك تصيرين عروس، يلا يمه شوك اشوفك عروسه، تدري هذه الكلمات تنمي معاها. وبذلك او شوف صديقاتك كلش تتزوجن بس انت،
ما ادري انت شكلك ما اعرف انت حظك ما ادري ولازم تقوم ليل ونهار بتحكي اتصور عقده نفسيه دكتور راح تشكل اداي لها العقده طيب لذلك عندنا استطلاع للراي دكتور لو سمحت اي شاب عفوا للمقاطعه عندنا استطلاع للراي خلينا نشوفه يعني عن نفس الموضوع وحتى ايضا تنورنا حضرتك ب يعني التقاطاتك لاراء الناس تابع الاستطلاع ونرجع تقديراتك اذا الزوج الرجل زوج مرأة ثانية راح تنفتح قريحته على الثالثة والرابعة لو راح يتوقف عند الثانية والله هو كل واحد وقناعته يعني اذا يعني هو مقتنع بثنين ها هي واذا يريد النوم يتزوج انت مع التعداد يعني لا هو يعني كل زوجة ما تقبل إنه واحد يتزوج بس هو كل واحد وإرادته يعني قناعته لا لا يا واحد ولا واحدة كافية بالوقت ليه؟ يعني كنا نازحين وكنا وين كنا نازحين لا واحدة كافية على اسمه وضع البلد يعني فرضا فرضا أخذ الثانية برأيك تنفتح قريحته لا 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 هو راح يكون مجبور على الثانية لا أكيد ما دام ما فضل واحدة عن زوجته الأولى فحيفضل الثالثة وحيفضل الرابعة فيعني ما راح تتعدل بس واحدة الثانية وخلص ويتوقف لا مستحيل مهما كانت الظروف مهما كانت الظروف لأن ما دام عينه راحت على الثانية حتروح على غيره وعلى غيره وعلى فلا تطمئن الثانية أنه أخذ واحدة ثانية أنه هاي هي خلص لا فأعتقد أنه لا القريحة راح تنفتح أكثر هذا اللي أعتقده يعني وحالة اقتصادية وتعرف حالة يعني كلش مو زينة هذا الأمور عدلة هو يعني عامة مو زينة واحد ليش يتزوج يعني يعني زوجة أولى عندك ليش تتزوج أكيد أكيد يسويها يعني اللي جرب مرتين راح يسويها الثالثة والرابعة أكيد إيه وطبعا أنا بالنسبة ضد هذا المبدأ حقيقة ولو إحنا يعني هو يسوي إيه هو يسويها ترى أقول لك إياها لأنه يأخذ الأمور يعني بكل سلاسة ويكون يتشجع ويفرق خشم فلانه على مود الاولى تنكسر عينه وما ادري ايش يعني هاي الامور تعرفها اي اي زين اي حاله راح يتشجع خلينا نقول اكو فد اقول لك والله العوامل الماده اول شيء الماده اذا تكون عنده يشجع اوتوماتيكيا لوش ما تكون المره مداريته الزوجه الاولى اقول لك لو ما تكون الزوجه الاولى مداريته وهذه بس ما يقدر بس يصير بظافيره طحين تسوي الثانية وعند استعداد الثالثة والرابعة أي والله أي أي أكيد من اللي ما يسويها أصلاً خلينا نقول حد للثانية من هو هذا الموظف خطية أي الموظف اللي أبو الدرجة الخامسة درجة رابعة هذا يمكن لو الأولى كل شيء يسويها الثانية بس إذا مدير عام لا صعدها للثانية وللثالثة هذا رأيي يعني يعني خلينا نشوف الدكتور شو رايه جابت الموضوع يمكن من بتدرجات محمد وهاي لفظة الطحين انه بس يصير طحين بايده لا وبس مدير عام تقول لازم يعني كل مدراء العامين متزوجي مثلا أربعة دكتور شنو رايك بالاراء اللي انطرحت نعم الحقيقة هذه آراء جميلة آراء لا نستطيع إلا أن نقف عندها وأريد أتوقف وياك بآخر كلمة المدير العام نعم. طبعا المدير العام المسؤولين الناس اللي ذوات المجتمع شيوخ العشائر هذول طبعا ضمن المجتمع أيضا يحتاجون إلى هذا الدعم النفسي وأقول في ذلك المدير العام مشكلته إذا تزوج أين مو بالمادة مثل ما تفضلت الأخت لأنه سوف تكون المادة متاحة له مشكلته في الرتابة مع الزوجة الأولى وسأقول لك ماذا رؤساء الدول تدري هاي طبعا خليني أنحاز الآن هاي الزوجة الأولى الزوجة الأولى تبقى هي الزوجة المقدمة يعني حضرتك نفترض افتراض سيد محمد متزوج اثنين أو ثلاثة الله يسمع منك زين أنا اليوم أشمر عليك بس أقدر عليك الله يسمع منك زين إن شاء الله ليش الله يسمع منك إذا أنت تشوف إنه هذا الموضوع أوكي ممكن تقدر تقدم عليه أقدم عليه ست هنادي احنا قلنا افتراضات بدينا بالافتراض اولا صار مدير عام ثانيا تزوج ثانيا ثالثا فالافتراضات حلوه خلي ان شاء الله ما تصيرون ابد مدراء عامين تبقون على وظيفتكم احسنت فاذا اصبح مديرا عاما متى يتزوج وهنا سؤال للساده المسؤولين والساده زعماء القوم يتزوج قلنا من يقدم مرته يجيب المره الاولى ما يجيب الثانيه والثالثه
سيدة المجتمع الأولى في كل دول العالم، من هي الزوجة الأولى أم الثانية أم الأولى الثالثة؟ طبعاً. تبقى الأولى لها الريادة، وتبقى لها هي الاسم الأول تحملها، وتبقى هي الزوجة، وتبقى هي لأنها شغلت العقل ودون القلب. مرة أخرى القلب هو ضمير مستتر، لذلك حتى الزوجة الثانية عندما تذهب إلى القلب اللي تكون هي أكثر طبعا للزوج وأجمل ويتونس يمها أكثر ويتمنى يقضي كل حياته، ولكنها عندما يذهب إلى المجتمع إلى القلب سوف يظهر بالأولى. سوف أرجع إلى مدير العام، وهنا لماذا تزوج السيد المدير العام؟ وهو جاهدت ويا النضال كله وكان موظف صغير ثم ذهبت به فصعد فصار رئيس جمهورية، وإحنا باب ما شاء الله انتخابات يمكن يصير بالبرلمان وسياسيين. فأقول لهم هذا الموضوع نتيجة التعود ونتيجة المرأة الأولى كانت هي المذنبة. وهنا سوف أؤكد على الحالة الجنسية والحميمة، هناك بعض التصرفات والحركات التي يحتاجها السيد المدير العام والزعيم التي لا تذهب إليها المرأة الأولى، لأنها تعتبرها عيب هذه عيب هذه الأمور. ليش؟ بينما هو الآن أصبح أكثر شوي شغفا بها، ما يحب الشيء الروتيني والطبيعي والعادي لأنه يعتبر نفسه مدير عام، أنا زعيم أنا كذا، فيريد كل شيء يختلف. لذلك نصيحة للزوجة الأولى، عليها أن تذهب إلى ثقافة بين قوسين للأسف الثقافة الجنسية الصحيحة لكي تحافظ على السيد المدير العام. طيب دكتور، وأرجع إلى حضرتك. نعم أنت اليوم بس أنا يعني عفوة. كل التجارب براسي دكتور، ما لك علاقة دكتور. ولدي يعني تجربة أخرى إذا سمحت لي ستنادي، خل أنهي تجربتي مع أستاذ محمد. نعم. أسألك أستاذ محمد، أسألك أستاذ محمد سؤال. نعم. إذا أطاع الله لك قدرا يعني أشياء قدرية هذه، أنه ما تختار أبوك وأمك تبدلهم تختار غيرهم؟ لا طبعا. لا شوف أنت ما جاوبتني الآن صح، جواب بصراحة بل بعقلانية. لأنه هذا الأب والأم ما يصير، كل الدراسات تشير لو أن الله أتاح لنا القدر لما اختار منا أبا وأما نفسهما. لذلك لأنه أنا والدليل من إحنا صغار شو نقول؟ هو أبويا سوالي سوانا كذا، هذه طبيعة بشرية، يريد الأفضل والأمثل والأكمل. لكن بعد النضج دكتور، لكن بعد النضج دكتور، وهذا أيضا ينسحب على كثير من الأشياء. بعد النضج تقدر الأشياء، ربما أتفه الأشياء راح تنظر لها من منظور آخر، فتعرف أنه لا هذا الرجل قدر. وهذا هو الذي يدفع للزواج الثاني أستاذ محمد، هذا هو الذي يدفع للزواج الثاني. لأنه أنت ناديتني بالعقلانية، أنا بالعقلانية أستخدمها مع حضرتك، أستخدمها بالخارج البيت، لكن بالبيت ما أستخدم العقلانية. أنا داخل راحتي، بل هي مملكتي اللي أحاور أعبر عن ما بداخلي. إذا أظل عقلاني هذه مشكلة، راح أكون متوتر، الطاقة تنفذ، تحتاج إلى ماذا؟ إلى ترويض. وهنا سوف أذهب إلى هذه القاعدة التي تقول، وهي فلسفة إسلامية، للولد له الحق على أبيه أن يختار اسمه وأمه. لذلك لنضع لنا شعارا من الآن، شكرا يا بابا لاختيارك ماما. إذا عندما تذهب أيها الشاب لكي تصبح أبا، عليك أن تفكر بهذه المقولة، خلي ولدك يقول لك شكرا يا بابا لاختيارك. يعني ربما ماما. حديث أتمنى محمد حديث نبوي، حديث نبوي صريح يعني للرسول عليه الصلاة والسلام يقول تخيروا لنطفكم، يعني دليل على أنه يجب أن تختار المرأة الصالحة لكي تكون يعني جزءا وركنا أساسيا في هذا البيت وفي نشأة الأسرة. وهنا مصطلح الصالح لا ينقصر على امرأة تصلي ترى والصوم ولها العادات، لا بل ممكن تصلي والصوم ولكنها عصبية ولكنها غير حافظة للسر، مهدرة للأموال. إذن هي تحتاج إلى توظيف وتحتاج إلى توصيف أعمق من ذلك. دكتور بس عندي سؤال، القانون لو وجد في دولة خلينا نقول مثل العراق والحد من الزواج الثاني والثالث مثل حال الدول الأوروبية فرضا، إلى أي مدى ممكن أنه يجعل هذا الموضوع عقلاني وأنه الرجل يراجع نفسه أكثر من مرة، أو لربما يتجه إلى طرق غير شرعية ثانية يفتح له مجال وباب ثاني، أو وبالنهاية إلى عادات وأخلاقيات غير متعارف عليها في مجتمعنا؟ نعم أشكرك على سؤالك، سوف أعيد السؤال بصيغة أكثر.
هل الخيانة مشروعة؟ أو يمكن أنا يمكن أتصور بالاستفتاء اللي سوى حضرتكم وتقريركم الجميل أنه لو يسأل سؤال يقول لها تفضلين زوجك يخونك لو يتزوج عليك، بالضبط كل الإجابات سوف تذهب إلى الخيانة، تقول لا خلي يخوني ولا يتزوج علي. لماذا؟ على اعتبارها مؤقتة للعرف الاجتماعي اللي تفضلت به. نعم أحسنت، وهي حالة مؤقتة نزوة يمر بها الرجل، وهذه خطرة. هذه خطرة، لأنه الذي يقترف ذنب سوف يقترف ذنبا أكبر، ثم يتعلم على الذنوب، ثم ينفتح باب الذنوب عليه، ولا تعرفين ماذا سوف لأن ينتهي. يعني دكتور عفوا، مشكلتنا مرة أخرى تفضلت بي بالفعل، يعني عفوا للمقاطعة، أيضا يمكن هنادي ضربة مثال ليس موفقا كثيرا، لأنه مثلا دول الغرب أتاحت زواج المثليين. يعني إحنا نناقش لا خلي على تعدد الزوجات وقانوننا الحمد لله والشكر أحسن ما نروح على دول الغرب اللي قاعدة ما أعرف شو تشرع يعني حقيقة. نعم. بالعكس دول الغرب الآن فقط الدول اللي تعترف بالنظام الكاثوليكي اللي بقت، بل هناك دول عديدة تعدد الزوجات، بل لويس السادس عشر قتل البابا بقتها لأنه راد يتزوج حبيبته، وهذه معروفة القصة. أكيد. وغير من نظام كاثوليكي إلى أرثوذكس وإلى غيره. لكن السؤال لست هنادي، السؤال اللي طرحته بالفعل إذا سدت علينا أبواب الاختيارات العدة سوف يتأنى الرجل، هذا قصدها، أنه الرجل راح يكون أكثر ثباتا، راح يكون أكثر وعي، ما راح يقدم بها يلا نجرب إذا ما نجحت أكو ثانية يمكن دكتور رابعة. هذا صيغة السؤال لما سألت هذا الموضوع لك استعمال مرة. نعم. واحدة يمكن صيغة السؤال لما قلت القانون في دول الأوروبية، لأنه حتى حقنا في السؤال أو في طرح مثل هاي المواضيع في أشياء إباحية لربما هو عيب بحد بشكل خلينا نقول العام، لهذا طرحته بهذه الطريقة، إذن هو مو صورة أو مقارنة ما بين الغرب والشرق. أحسنتي، بالعكس الزوج لما يخون مرات يجي الزوج لما يخون البنت تشتكي إلى أبوها إلى أمها لهذا، شو يقولها أنت صوتك ليش انت ما داريتي وخليتي روحي باو على غيرك. دكتور وقتنا خلص ايضا مع كل سوف يؤدلج هذا المجتمع الذكوري. يعني احنا ما بدينا يعني حقيقه والله ما بدينا هسه بدا الموضوع يحمي. يعني نشكرك الشكر الجزيل مع كل الاسف. اي والله وقتنا خلص. شكرا لك دكتور ايسر فخري الاكاديمي في الاختبارات النفسيه والباحث في الشؤون الاجتماعيه على هذا الموضوع. اكيد مثل ما ذكرت حضرتك لربما هذا الموضوع يحتاج الى الكثير من الحلقات والكثير من الساعات حتى انه نوصل الى حد، واكيد هم ما راح نوصل لان احنا في ظل ظروف وعوائل وشخصيات متفارقه، كل عنده سبب، الكل عنده حشته في انه يختار سواء كان الشريكة الأولى أو حتى الشريكة الثانية. نرجع إلى بداية نقاشنا هنادي، الله سبحانه وتعالى أنطانا هذه الفسحة والرخصة بهذا الموضوع وخلالها شرط وخفتم ألا تعدلوا فواحدة، فخلص يعني الله سبحانه وتعالى مخلينا الموضوع هي المخافة من الله في كل شيء وخصوصا في عائلته وفي شريكة حياته، فبالتالي المخافة من عدم العدل هي اللي أتصور تكون الرادع أمام كل تصرف.